ولمناقشة الجدل الدائر حول تشكيل ما تبقى من كابينة عبد المهدي الوزارية، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والعراقي حسين السبعاوي. سيد حسين، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح علي البديري، كشف في هذا التصريح عن صفقات لبيع المناصب، مناصب الوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي. طبعا الشعب العراقي سيد حسين يدرك أن المناصب تباع بين الأحزاب والكتل السياسية، لكن ما الجديد في ذلك؟ شكرا لكم ولمتابعكم الكرام. أنا أعتقد هذا الأمر ليس بجديد، وإنما مجرد ظهوره إلى العلن فقط. بيع المناصب هذا أصبح معروفا بالضرورة، ولكن أنه أن تكون وزارات سيادية مسؤولة عن أمن العراق تباع بهذه الطريقة، الأمر يعني حقيقة معيب جدا على الكتل السياسية. أنا أعتقد خلافات الكتل السياسية ليس لمصلحة العراق أو لأمن العراق، وإنما لسبب المصالح الشخصية والفئوية. أقول للجميع أنه في حال استقالة السيد عبد المهدي معناها عودة حزب الدعوة إلى السلطة الذي كان الكثير غالبية الشعب العراقي يعاني منه. سيد حسين، نعم. على ذكر يعني تهديد عادل عبد المهدي بالاستقالة من منصبه في حال استمرار الصراع حول الوزارات المتبقية، هل تراه جادا في ذلك؟ إلى حد ما ممكن أن يكون جاد، لأنه أنا من البدء سابقا قلنا أنه السيد عبد المهدي ليست لديه كتلة كبيرة يستطيع من خلالها يمرر الوزراء الذين يرغب في كابينته، ولهذا السبب لا يستبعد استقالة عبد المهدي ومن ثم تحسم الأمور من قبل القوى الخارجية أو عودة حزب الدعوة إلى السلطة، وهذا ما يعمل عليه حزب الدعوة منذ تكليف السيد عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء. طيب سيد حسين، تحالف سائرون اتهم حزب الدعوة بشكل واضح وصريح بأن حزب الدعوة يتمسك بهيئة النزاهة، وذلك خشية استهداف قياداته عبر فتح ملفات الفساد. هل هناك جدية في فتح هذه الملفات في حكومة عبد المهدي؟ أنا أقول لجميع الكتل أنه الاتهامات المتبادلة بينهم وإن كانت صحيحة لكن لا قيمة لها. من يريد أن يتابع قضية الفساد ويعالجه، هناك القضاء أيضا وليس فقط النزاهة مسؤولة عن الفساد، هناك القضاء الموجود وبإمكانه أن يذهب إلى القضاء ويعالج مشاكل الفساد. اتهامات بين الكتل السياسية للتسقيط السياسي وليس المصلحة الوطنية وكشف الفاسدين. مجموعة فاسدين يتبادلون التهم بينهما نتيجة الخلافات وليس لمصلحة وطنية أو لمصلحة النزاهة. ولكن سيد حسين، ولكن عبد المهدي عندما تسنم منصبه أكد أن جميع الوزراء سيكونون من التكنوقراط ولا ينتمون إلى أي حزب، وهذا ما أكده مقتدى الصدر. أنا أعتقد هذه يعني من ثالث حكومة بدأت تصريحات حول موضوع التكنوقراط وهي كذبة. لا يوجد تكنوقراط. الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وفازت هل تسمح للتكنوقراط الذين لم ينتخبوا ولم يشاركوا في الانتخابات بأن يديروا دفة الدولة؟ هذا أمر مستبعد ولا يقبله عاقل، ولا يمكن أن يصدقه عاقل من اليوم الأول. قلناها أنه كلمة التكنوقراط هي كذبة يراد بها الضحك على الذقون ولترهية الشعب العراقي ولتصديق أن هناك معالجة للفساد والعمل بمهنية. هذه كذبة يا سيدي. هناك أحزاب مؤدلجة لديها تبعية خارجية ولاءها الوطني ضعيف إلى حد ما، فلا يمكن أن تسمح للتكنوقراط أن يقود الوزارات أبدا. سيد حسين، هناك يعني مصادر من داخل يعني تشكيل الوزارة، الكابينة الوزارية، تؤكد أن وزارتي الدفاع والداخلية هي جوهر المشكلة. لماذا دائما يعني عند تشكيل الحكومة تصطدم بهاتين الوزارتين، الداخلية والدفاع؟ ما السبب في رأيكم؟ لعدة أسباب. أولا هذه الوزارات هي من أكثر الوزارات نفوذا، ومن أكثر الوزارات يعني ميزانية مالية، ومن أكثر الوزارات التي فيها التدخل الخارجي في القوى الأمنية، هذا معلوم جدا. ولهذا السبب هذه الوزارات أعتقد لا تحسم إلا بالعامل الخارجي، من الصعب جدا حسمها داخليا. سيد حسين، لو انتقلنا إلى الشارع العراقي، هل ترى أن هناك ردة فعل شعبية ستكون في المستقبل المنظور تجاه استمرار الصراع بين الأحزاب على المناصب، وأنت تعلم أن المحافظات العراقية معظم المحافظات تعاني من نقص الخدمات؟ لا، أنا أعتقد أنه الشعب العراقي محبط. وأما ردات الفعل يا سيدي، مهما تكون ردات الفعل، هذه الحكومة متمسكة بعوامل عدة، منها عامل القوة ومنها العامل الخارجي. فهذا العاملين المهمين في اليوم أغلب النظام العربي متمسك بهذين الاثنين، بقائهم في السلطة، والعراق ليس استثناء منه.
فلهذا السبب الشارع العراقي هو محبط من هذه الحالة. شيئا ما أراد أن يتفاعل بوجود عادل عبد المهدي باعتبار الخلاص من حزب الدعوة وممارساته، ولكن أيضا أحبط، وخصوصا التصريحات الرنانة التي أدلى بها سيد عادل عبد المهدي وبعض السياسيين بأن هناك حكومة تكنوقراط وسيحاسب الفاسدين وإلى آخره. وإذا الفاسدين على رأس الكثير من الوزارات وهم الآن جزء من المشكلة ويعيقون تشكيل الحكومة. الكاتب والمحلل السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.